ويل لقاب الأرض من قاب السماء، ويل لقاب الأرض من قاب السماء. والتلاعب في القضاء بأرواح أولادنا، ودائما واقفين عند المرصاد في المحاكم، ولا للتعويض ولا للتعويض ولا للبيع دم أولادنا. نريد فقط أن نعرف شكون يقتل أولادنا. نحن ثم في عائلات شمالية نعرف شكون يقتل أولادنا. إن القضاء العسكري لم يحاكم سنقتص بأنفسنا، وأنا قلتها في المحكمة العسكرية، سنقتص بأنفسنا ونعاقب كما عوقبوا وقتلة شهدائنا الكثير في الكاف ب 5 و8 سنين. أنا عمري 57 مستعدة نقتل مثل ولدي ونحمل 8 سنين ونخرج عمري 63. ولا تراجع ولا تنازع الحق ولا الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله. هم في بالهم ان العباد استسلمت، والله لن استسلم. ما كيش راني كسوري، صدقني مش كما سوريا. ما قعد فينا حتى بشر في العائله، ما نش مستسلمين الا كان ظهر حق اولاد. هذاك اشتهي ما نحبوا حد شيء، نحبوا حقهم يظهر. عليها اللي يقتل ويعمل سايبوه ويطلق صراحه واحد، واللي يعمل اقل حاجه يتشد. احنا نحبوا وين الحكم؟ فماش حكم في تونس؟ ما تونس هي بلاد الرحمه وبلاد خير وبلاد كل شيء. وين دولت كان بلاد دزني نعفس عليك؟ نحب نعرف دولة كأنها دولة. عليها ما تخش حق الناس؟ عليها ما تخش حق الناس الدولة؟ حق نجيبوه كان احنا، نجيبوه كان احنا العائلات، ما يجيبوا حتى حق. عليها ما تتوب علينا خطايا حكم وأحكام العسكرية بتونس، وعمري سيكون مطابق للأصل على حكم الكاف، لأن الملف مبثور من أساسه. ونحن نعرف أن عملية كانت ممنهجة وسيسة بامتياز في تعطيل الملف هذا وفي إعطاء أن النسب معناها عدم جدية في الملف. لاحظوا ذلك حتى من خلال هذا التعطيل الإعلامي الممنهج، ولاحظوا أن في كل ما كان هناك ندوات أو ورشات عمل على ملف الشهداء، شهداء تونس اللي قدموا أسهم وقدموا أعمارهم وقدموا أسهم لنيل تونس هذه الثورة، إلا وكان الإعلام كان للأسف غائب وبشكل معناها ممنهج. الحقيقة أنا ما نجمش نقول لأن شهدائنا في رقابنا، نحن أمانة على أن الشعب التونسي يتم نبينه أن الناس هذه ناضت وخرجت في مسيرة سلمية وتم قنصها وتم قتلها بأبشع أدوات الإرهاب الظرف الداخلية، وأن حقهم اليوم سواء كان في معرفة حقيقة الجاني أو في معرفة حقيقة من قتلهم بامتياز، هناك نقطة استفهام كبيرة. شهدائنا اليوم مأساتهم ليست بعدها مأسات، ولا أظن أن قبلها مأسات. يعني نوكل بها، ودعني أقول نوكل بها الأطراف الجميع، وآخرهم اليوم السلطة الرابعة غائبة مع احترام القاضيين فيهم. السلطة الرابعة غائبة، وهمهم عائلات شهداء وجرحى الثورة، وهمهم قضاياهم المتبعثرة بين المحاكم العسكرية دائما في تونس، سواء تعلق الأمر بالكاف أو بتونس أو بستاروس. السلطة الرابعة أو السلطة الإعلامية لم يعرض بهم هذا الملف، كما لم يعرض بهم على غياب
السيسي كما لم يعد يهم هذا المؤلف المسألة حقوقيين ومهمات عريضة التي تقاسمنا وإياها لحظة النظام قبل الثورة وافترشنا وإياها ساحة الحكومة على هامش اعتصامات القصبة واحد واثنين وشبه القصبة ثلاثة. اليوم يبدو أن الجميع أعطى بظهره لقضيتنا قضية شعب قضية تاريخ قضية حضارة ويبدو أنه وهنا المؤلف أن أقولها يبدو أن الجميع غابت عنه القيم والمبادئ مبادئ أن لا نتذكر رجال عمل مبادئ أن لا نغض الطرف عن حق عقيدة شهدائنا مبادئ أن لا ننتصر بغير شعارات قولتنا ولهم جميعا أقول طبعا القول المأثورة إذا غابت عنكم القيم والمبادئ فلتستحضروا على الأقل قيم الرجولة. القضاء العسكري هذا القضاء الذي أثبت جميع هذه المحاكمة على اختلاف أطوارها محلات ابتدائية أو تحقيقا أو مجلسا أو استئنافا في مرحلة قادمة أثبت جميع هذه الأطوار بأنه قضاء عاجز تمام العجز وأكبر دليل على ذلك إلا سعيه المحمود وتصميمه على تحويل قضية شعب قضية شهداء وشرح الثورة التونسية من قضية تروح الحقيقة وتؤسس لمحاسبة حقيقية صادقة عقلانية إلى قضية همها الوحيد هو تعويض عائدات شهداء الثورة على مصابهم وكأن بهذا المصاب يباع ويشترى ويتاجر فيه. الذي لم يستطع أن يجيب عن هذا السؤال شكون الكذب؟ دعيت إلى هؤلاء جميعا ودون أن أطيل عليكم إذا لم تستطيعوا الإجابة عن السؤال فارفعوا أيديكم عن القضية وللكعبة يا رب العالمين. نسبة كبيرة منهم ماتوا في الشوط الإيطالي.